السلام عليكم اخواني، اليوم جايبين اخوي علاوي عشان راضي، لان البارحه عشان شالين شعره هو للحين زعلان، مره زعلان، اول مره علاوي اخوي يزعل. والله علاوي راضيك عشان البارحه يوم شلينا شعره. يا علاوي والله والله لا انا اسف والله يا اخي. شوف لا تاسف يا ابو شنب، انا بقول لكم الصراحه، انا امس بغيت اقول لكم اني متغير يا اخي. ابو شنب متى بقعد بدون شعر؟ والله هالحركة ما حلوة يعني. دي متى احنا بنضل اوكي اوكي انت تقول لي كذا، احنا تتأسفوا عشان شو؟ عشان بس دي الحركة. انت احنا اخوان وربع، ما لازم تتأسف يعني. انت ما زعلان؟ ما صار. انا شديت بخاطري اول شيء، انا بقولك صراحة شديت بخاطري، بس بعدين خلاص يعني احنا متى انا بتم هالموال. والله يعني انت ما زعلان ابو شنب؟ لا لا تم تبوس راسي ما ادري شو. والله عشان ما تزعل. زين ما زعلان خلاص، الحين انت شو اللي تبوه مني؟ نحن جايبينك هدية بسيطة عشان راضي. بس هدية بسيطة. والله والله يا اخي، والله من خاطر، من خاطر والله، من خاطر لا تحرجوني. والله بالعمي بالعمي، والله احنا اخوان. والله عمر عمر، والله عمر يبي لي هديه. والله تستاهل. والله لا افتح عيونك، حط الهديه، حط الهديه. الحين مو بيفتح الهديه؟ انا بيفتح. خلاص افتح عيونك على الله، افتح عيونك. لا لا ابو شنب لا والله، عشان تعرف ان احنا ربع نسيب الرد يعني. ما تبي الهديه نسيب الرد. يا يعني انت والله شو يطلع من عندكم؟ طابوقه نفس راسك. قسم بالله شو، قسم بالله جايبيني هنا عشان هديه هاي؟ لا هاي لا، عطابوقه راسك، طابوقه عطابوقه. قسم بالله انكم ما جايين خلاص. شو يبي لي هالهديه؟ تستهبل علي؟ شو الهديه طابوقه كلها؟ تستهبل علي؟ والله العظيم انت شو يطلع من عندكم؟ شو يطلع من عندكم؟ شغل سيارة.